الورد والفل والعنبر. صبحكم معسل وسكر، ان شاء الله نهاركم احلى الايام وتحقوا فيه جميع الاحلام يا ربي. قاضي اليوم باش نحكيو على اللي غلط وعمل عمله واللي معاه تغشش عليه، هل يخليه ويعديه له والا يعاقبه ويشوم له نهاره؟ الاجابه اللي يحب لازم يسامح ويغمض عينيه، غمض عينيه على الغلط ويمسح بالقوم كل اللي فات كاينه لا كان ولا صار. اكهو الفايده في لهنا وفات. كهو ما هو اللي غلط لازم يسامح، هذاك اللي تحبوني نقولوه. اي كي اي كهو صحيت فوالا اللي غلط يتسامح. كهو رجع رجع دويو اللي غلط لازم يتعاقب. هيا العوده عاد اليكم من جديد الكابتن ماجد. اللي غلط لازم يتعاقب كان مش بالكثير بالقليل. اي سختور جاجيل باش ما يعودوا صنعتهم ويخموا ألف مره قبل ما يغلطوا في حق البنات. هذاك علاش توا باش نحكيو على الرجال كي يغلطوا احنا ايش نجمو نعملو. بون مانيش باش نقولكم بالضبط شنو، مراعاة للاحاسيس. اما كيما يقولوا راجلك على ما تسنس وولدك على ما تربيه، اعتبروا ولدك ساعات وربيه. اعمل له غلطه كالجوكي في كل مناسبه تخرجها، هو يقولها ينسيت وانت تعاود تخرن عليه. راهو تخرنين اكثر حاجه يكرهوها الرجال هي ود جنجين، واحنا الله واحد وما شاء الله مولودين بها موهوبين. وبالطبيعه باش يقول لك هيا عاد عايش عيني عديها، انت باش تعديها حاجه طبيعيه، ما انا مكتوب علينا هو يطمزها واحنا نداويها. اما مش بالسهل عاد، راهو هذا الكل ماهوش شماته، هكا نحبوا نتعبوكم يا ناري، احنا نحبوا راحتكم وفرحتكم بينا ومعانا، والجاهلة مقصودنا ندوروا لكم اخواتكم ولا نفدوكم في عيشتكم. احنا حشتنا بشكون ما يستسهلش غشنا ويقدر محبتنا. الحاصل قلنا احسن معاقبه هي التخرنين والدقنقي سيدهم اوبسيون قلبين الوجه. بيه يعطي حاجه عصبه. راهو الراجل ما يحبش المراه السهله اللي غلطت معاها مره واثنين وثلاثه وولات له صنعه، مهما يحاول يثبت لك العكس. راهو يحب المراه اللي شخصيتها قويه تحب روحها وتعزها، واللي عز نفسه يصيبها. موافقه. ما تخليهش يقول تي ميسالش كلمه ترضيها، خليه يخاف عليك مش منك. تقوى معاه ما تتقوش عليه. خليه يعرف انه خذا جوهره والتخبيشه تظهر فيك. حكينا على الرجاله هتا ونحكي عن نساء ولا خلي. ان شاء الله ربي يخليكم لبعضكم ويحننكم على بعضكم ويوفقكم ويبعد عليكم البلاء. الفايدة مش في شكون غلط وشكون عدى، الفايدة في الاخر راهي في الهنا. يعطيك الصحة درة عياد، الفايدة في الاخر في الهنا.